السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سيكون مختلف قليلا لأني احتجت إلى تشغيل فلاتر لكي أوضح لكم، لأنه بدون استخدام فلاتر فالأفكار ستكون ملخبطة عليكم قليلا، وستقولون لي أن كل هذه الأمور نظرية ونحتاج إلى أمر تطبيقي. فلذلك سأقوم بتشغيل فلاتر وسنرى أشياء تطبيقية كثيرة اليوم. لكن قبل ذلك دعوني أتحدث لكم عن أمر شائع، وهو أن جميع الناس يقولون أن لغة دارت هي single threaded. نعم، لغة دارت هي single threaded، بمعنى أنها تشغل الأكواد الخاصة بها في single loop of executions، بمعنى كل الأكواد التي يتم تشغيلها هي في كود واحد أو في thread واحد فقط. لكن هذا لا يمنع أنه يمكنك أن تقوم بعمل concurrent أو أكواد تشتغل في نفس الوقت أو بشكل متزامن، ليست في نفس الثريد لكن في مكان آخر، لا يسمى ثريد بل يسمى الايزوليت، وهو ما سنتعرف عليه اليوم. لكن يجب أن تعرفوا أنه ممكن أن نقوم بعمل concurrent execution للكود الخاص بنا بدون أي مشاكل. فمعلومة بسيطة قبل أن نبدأ، هي أن في التطبيق في الفلاتر الخاص بك، ولا أقصد تطبيقات دارت بشكل عام بل أقصد تطبيقات فلاتر فقط، تطبيق فلاتر عندما تقوم بتشغيله فهو يشتغل على 4 ثريدز. الأول وهو البلاتفورم ثريد، والذي من خلاله يتم تشغيل الكود الخاص بالبلاجينز والأشياء الأخرى. فكما تعلمون فلاتر ده يحتاج في أغلب الأحيان إلى الاتصال بالبلاتفورم، مثلا جلب البطارية أو معرفة الوقت أو أي أشياء أخرى تأتي من النظام أو يتم تشغيلها بالنظام، مثلا سواء كانت في أندرويد بجافا أو كوتلين، وفي الآي أو إس بسويفت أو أوبجكتيف سي. فتحتاج إلى ثريد يسمى البلاتفورم ثريد، يتم تشغيل فيه كل الأشياء المتعلقة بالكود البلاتفورم. ويوجد لدينا الجي بي يو ثريد، وهذا يعني يأخذ لك يعني شجرة العناصر التي لديك ويقوم بمعالجتها أو يعني وضعها على الشاشة. فهذا أمر لنا لا يعني لا حاجة لنا فيه. يوجد لدينا واحد آخر والذي هو يسمى IO thread، والتي تعني Input Output، وهو الذي يقوم بأغلب العمليات الإكسبنسيف التي تأخذ وقت طويل، يعني التعامل مع الملفات، التعامل مع عملية جلب بيانات من الإنترنت وما إلى ذلك. ولدينا آخر thread والذي هو UI thread. هذا thread والذي يتم تشغيل فيه الكود الخاص بك، مثلا هذا الكود الذي تقوم بتشغيله هنا يتم تشغيله في thread اسمه UI thread. ولكن كما قلت لكم نريد أن نتجاوز تلك المحدودية ونقوم بأن نقوم بعمل parallel أو concurrent execution، مع أنهما ليس نفس المفهوم، لكن نريد أن نقوم بعمل بينما يقوم برنامجنا بعمل آخر أو الواجهة الحالية تقوم بعمل شيء آخر. فدعونا نقوم بعمل مثال بسيط هنا. كما ترون لدي فقط floating action button في وسط هذه الشاشة، في كامل هذه الشاشة يوجد لدي floating action button، غيرت حجمها إلى 200 فقط لكي تظهر لكم بشكل جيد. ثم سأقوم بعمل التالي. يوجد كود اسمه sleep، سيقوم بجعل التطبيق الخاص بك يتوقف عن التشغيل لمدة معينة أنت تحددها. فمثلا أنا سأقول له هنا سيتوقف لمدة 5 ثواني. كما ترون هذا يعني أن البرنامج المين ثريد سيتم عمل بلوك بشكل كامل له. فما الذي سيحدث، يعني ما الذي تتوقعون أن يحدث؟ أيضا sleep هذه يعني كمثال فقط لعملية تأخذ وقت، مثلا أنت لديك عمليات لجلب أو عملية تشفير أو فك تشفير، يعني فقط أقول مثال عملية تشفير لأنها تأخذ وقت. مثلا عملية تشفير لملف كبير جدا تأخذ وقت، تخيلها على أنها تكون مثل sleep لأنها ستقوم بعمل بلوك للي UI الخاصة به. فتابعوا معي عندما أضغط على هذا الزر الآن، كما ترون البرنامج هنا متوقف، كما ترون blocked، لا يمكن أن يقوم البرنامج بعمل أي شيء آخر، أو بالأحرى الذي يسمى الفريم، المدة التي لدينا لكي نقوم برسم فريم فيها تجاوزناها، وبالتالي حصل لنا بلوك في اليو اي الخاص بنا. فهذه هي المشكلة التي نحاول أن نقوم بحلها في هذا الدرس. فبالتالي نحتاج إلى أن نقوم بعمل شيء اسمه الايزوليتس، وهي النسخة من الثريدز في لغة دارت. لكن هناك بعض الاختلافات التي يجب أن تعرفوها. فالايزوليتس لا تشارك الذاكرة، ليست مثل الثريدز، يعني لا يوجد لديك متغير في ايزوليت وهو نفسه في الايزوليت الأخرى، لا يمكنكم أن تشاركوا نفس المتغير. هذا أول شيء. الشيء الثاني هي أنها إكسبنسيف قليلا، عندما تقوم بعمل إيزوليتس يجب أن يكون قرارك نابع من شيء مهم جدا، يعني إذا أردت أن تقوم بعمل إيزوليتس يجب أن تكون لا يوجد لديك حل آخر.
فلا يمكن القيام بها بشكل أسينكرونوس أو ما إلى ذلك من الأمور، بل تحتاج إلى أن تقوم بعملها في الأيزولات الخاص بها، لأنه كما قلت لكم إكسبنسيف وتأخذ القليل من الوقت لكي تشتغل، لكن عندما تشتغل سيكون لها كامل الحرية لكي تقوم بالعمل الذي تريده بدون أي مشاكل. طبعا تقول لي بما أن الأيزولات منفصلة عن بعضها البعض، كيف يمكنني أن أقوم بإرسال المعلومات إلى أيزولات وعندما تنتهي ترجع لي تلك المعلومات؟ الحل ببساطة عن طريق شيء اسمه المساجز، عن طريق يعني تشارك المعلومات عن طريق المساجز وليس مشاركة العناصر. هذا الأمر يعني هذه الفكرة أو هذه المنهجية مهمة جدا جدا. ففي إذا كانت لديكم خلفية في C++ أو لغات أخرى ملتي ثريدد، ستعرفون مشاكل كثيرة من بينها كما قلت مثلا في درس سابق، وهي الريس كونديشنز، أنت تعدد على متغير واحد في نفس الوقت من اثنين ثريد، فهذه عبارة عن مشكلة. الآن بدون الحديث الممل والكثير سأقوم بعمل مثال بسيط جدا. طبعا توجد العديد من الأمثلة حول الأيزوليت يمكنكم الحصول عليها في الإنترنت، لكن أغلبها تكون يعني فيها الكثير من البويلر بليت، ولكن لا نعرف الفائدة من ذلك البويلر بليت. أنا سأقوم باستخدام شيء يعني البسيط جدا، والذي هو dart.isolate. أولا سأقوم بنسخ هذا الكود هنا. وشيء أخير يعني نسيت أن أنبه له، الأيزوليت ستقوم بإعطائها function، يعني ستعطيها دالة لكي تشغلها. هذه الدالة يجب أن تكون يعني بشكل top level، بمعنى مثل هذه مثلا، مثل الدالة test هنا هي top level، يعني تأتي مباشرة داخل الملف ليست داخل class أو شيء آخر، أو تكون داخل class مثلا اسمه A. هذه الدالة لدينا داخل class A، لكن يجب أن تكون static بهذا الشكل. إذا لم تكن static فلا يمكنك الوصول إليها. يعني الدول التي يمكن تشغلها في isolates هي اثنان، إما أن تكون top level أو أن تكون عنصر static في class معين. تمام، أمر واضح جدا، هذا لا يمكن النقاش فيه لأنه ليس محدودية، بل لديه عوامل أو يعني لديه أسباب لكي يقوم به، وهي أمر جيد جدا. الآن سأقوم أنا بعمل دالة بسيطة جدا، مثلا سأقوم بتسميتها block app. ستقوم فقط بعمل توقيف للأبليكيشن لمدة نحن نقوم بتحديدها، والتي ستكون integer بالseconds، ثم أتي إلى هنا وأعطيه تلك السكنت. ولكي فقط نتابع سير البرنامج سأقول له هنا begin وهنا سأقول له end أو done أو أي شيء آخر لا يهم. الآن لدينا function التي سنقوم بإشغالها وإعطائها الأيزوليت. الآن دعونا نقوم بعمل spawn لتلك الأيزوليت، فأقول له هنا isolate ثم spawn بهذا الشكل، spawn أو لا أعرف كيف تنطق بشكل صحيح. يطلب من الانتري بوينت والتي هي ريفرنس لتلك الدالة فقط، يعني لا أقوم بتشغيلها بل أعطي له ريفرنس فقط، ويعطيني المسج يعني الافتراضي، فأقول له مثلا قم بأخذ ثانيتين. فالآن دعوني أقوم بإعادة التشغيل أو أقوم بعمل hot restart بشكل كامل، لأن الhot reload ليس مدعوم مع الأيزوليت. الآن يجب أن نلاحظ أن البرنامج لا يجب أن يتوقف عن التشغيل، أو البرنامج لا يجب أن يتوقف عن المين ثريد، لا يجب أن يتوقف. فدعوني أضغط على الزر هنا، دعوني أضغط عليه من جديد، أو أظن أنه يقوم ببعض العمل حتى يقوم بإكمال الهوت ريلود. انتظر قليلا، أظن أنه باك بسيطة جدا، سأقوم بحذف هذا هنا، أعيد تشغيل التطبيق من البداية وننتظر. أيضا أتمنى أن لا يكون المحاكي فقط تعطل، لأن المحاكي دائما هو الذي يسبب المشاكل. عندما أسجل فيديوهات ويكون المحاكي مشتغل فهذا يسبب لي مشاكل، التطبيق يتوقف بدون يعني المحاكي يوقف التطبيق بدون أي أسباب. فكما ترون أخذ مدة طويلة جدا فقط لكي يقوم بعمل هوت ريستارت. الآن المفروض عندما أضغط على هذا الزر هنا سيأخذ فترة، لهذا لا أقوم بتسجيل الدروس حول فلاتر بهذا الشكل لأنها تأخذ وقت طويل جدا. كما رأيتم الآن begin and قام بعملها، لكننا لم نرى الإفكت على الشاشة. كما ترون سأقوم بإعادة الإفكت ذلك من جديد، دعوني أضغط عليه هنا هكذا. كما ترون لم يتوقف البرنامج، لكن الآن بدأت begin ثم بدأت end.
سنقوم بعمل شيء هيفي جدا، يعني شيء ثقيل جدا جدا على التطبيق الخاص بنا، وهي أني سأقوم بعمل 3 isolates وكل واحدة ستقوم بالعمل الخاص بها. فمثلا هذه ستكون هنا لمدة 3 ثواني أو 5 ثواني، والأخيرة لمدة 3 ثواني. ثم فقط سأقوم بإضافة، لكي أعرف ما هي الـ isolates التي تتنفذ أولا، هنا سأقول له هنا فقط اظهر لي second بهذا الشكل هكذا. قم بعمل Ctrl S، عمل Hot Reload عفوا، Hot Restart لإعادة تشغيل كامل التطبيق من الصفر. كما ترون أنا أتعامل بحذر قليلا مع الـ isolates، لا أريد أن يحصل كراش للأبليكيشن. هذه هي مشاكل التعامل مع الملتي ثريد أو نفسها الملتي isolates، مع أننا نقوم بعمل شيء بسيط جدا هنا، لكن أجهزة الموبايل أو خاصة المحاكي هنا فهو في وضع صعب جدا، لا يوجد ليس لديه الكثير من الموبايل. الآن سأقوم بتشغيل التطبيق. الآن تخيلوا أني قلت له قم بعمل sleep لمدة 2-5 يعني 7 لمدة 10، يعني كما نقول لمدة 10 ثواني يتوقف التطبيق. لكن كما ترون الآن عندما أقوم بتشغيله، أنا فقط بقيت ضغط عليها، كما ترون هكذا قام بتجاهلها يعني بشكل مباشر، يعني أكمل عمله في المين ثريد أو عفوا الـ UI ثريد، قام بإكماله بدون أي مشاكل. ومن جهة أخرى قام بتشغيل الـ isolates وطبعا بترتيب غير متوقع، فبدأ بثلاثة وأنهى اثنان أولا، ثم بدأ باثنان وأنهى ثلاثة، ثم بدأ بخمسة وأنهى خمسة، فالترتيب لا يمكنك توقعه هنا. بقي لدينا شيء اخير وكما قلت لكم، هو كيف نشارك او كيف نقوم بارسال المسجز بين الايزوليتس الخاصه بنا. يعني البولر بلايت ذلك كثير، يمكنكم ان تجدوه في الكثير من المواقع، فقط اكتبوا دارت ايزوليتس تجدونه. للامور المعقده يمكنكم يعني يمكنكم القيام به، لكن في اغلب الحالات نحن نحتاج فقط ان نمرر له قيمه ونحتاج منه ان يرجع لنا قيمه، يعني بشكل بسيط جدا لا نحتاج الى كل تلك التعقيدات، فقط توجد داله بسيطه جدا تسمى داله كومبيوت ستساعدنا على القيام بالامر. ف أول شيء دعونا نقوم بعمل import لهذه الدالة والتي هي دالة compute، على ما أظن أنها موجودة في مكتبة foundation، هذه هي، دعوني أقوم بالبحث عنها. foundation نعم هذه هي المكتبة، مكتبة foundation، فمن الأفضل أن لا يظهر لي أي مشكلة هنا. حسنا بما أنها ظهرت فهذه هي دالة compute، ستطلب منك الكول باك والتي هي نفسها البلوك اب الخاصة بنا هنا، وستطلب منك مسج ايضا، يعني ما الذي سترسله لتلك الفانكشن. في حالتنا سنرسل لها مثلا 5 او اي رقم اخر، كما ترون عندما ذهبت المشكلة عندما اعطيناه الرقم ذهبت تلك المشكلة. لكن نريد مثلا هذه الدالة سترجع لنا شيء، مثلا هذه الدالة سترجع لنا نص والذي يسمى مثلا congrats، اتمنى ان اكون كتبته بشكل صحيح، بمعنى مبارك او شيء مثل ذلك القبيل. ف دعوني اجعل هذه الداله ترجع string بشكل صريح جدا هكذا، هنا اضع الفاصله المنقوطه الخاصه بنا. الان اريد ان احصل مثلا هنا بلوك يو اي، تخيلوها على انها داله قامت بالكثير من الاعمال وعندما انتهت ارجعت لنا قيمه، اريد ان احصل على تلك القيمه، كيف اقوم بالامر؟ بسيط جدا، اقول له هنا async وارجع الى هنا اقول له await بهذا الشكل وبهذه البساطه، await وساضعها مثلا في متغير string data وسأضعها في هذا المتغير، وبعد ذلك سأقول له اعمل print للداتا، فأقوم بعمل hot reload أو hot restart لكي لا تواجهنا أي مشاكل. وعلى ما أظن يعني هذا هو كل شيء تحتاج إلى معرفته بخصوص الـ isolates، لا نحتاج إلى التعرف على كيفية القيام بالمراسلات في الوقت الحالي لأنها لن يكون لديها فائدة كبيرة جدا، لكن باستخدام دالة كومبيوت الكثير والكثير من البولر بليت الذي يتم القيام به في الكثير من الأحيان تم تجاهله بشكل رائع جدا. فدالة الكمبيوت هذه يعني مثل الذهب بالنسبة إلينا نحن مبرمجي دارت. فأضغط على الزر هنا من جديد، لا أعرف دائما يتوقف هذا المحاكي هكذا، عندما أضغط عليه كما ترون لم يتوقف عن التشغيل، لكن من المفترض أن يظهر لي begin،
ثم يظهر لي end، وعندما يظهر لي end سيقوم بطباعة congrats، وطبعا congrats لأن هذا أمر مهم جدا، تعامل مع الـ isolates وكيف نقوم بالتعامل معها. فكملخص بسيط لهذا الدرس، دارت هي لغة single threaded لكن يمكن أن نقوم بعمل أشياء concurrent أو parallel عندما يكون لدينا multiple cores في الجهاز، والتي هي موجودة في أغلب الأجهزة. فيمكننا التعامل عن طريق تلك الأمور عن طريق الايزوليتس. الايزوليتس تستخدمها فقط عندما يكون لديك أشياء تتطلب وقت كبير من السي بي او لكي يقوم بمعالجتها. فمثلا لديك ملف كبير جدا وتقوم بعمل بارسين له، أو ملف كبير تقوم بعمل انكودين له، أو تلك الأنواع من الأشياء. فإذا قمت بعملها في عملية انترنت، مثلا تحميل ملف من الانترنت، فهي لن توفر لك أي شيء، لن توفر لك أي فائدة جديدة، لأن لن تزيد من سرعة الانترنت وما إلى تلكم الأمور، بل هي فقط ستقوم بتأخيرك مثلا بضعة ميلي ثانية من أجل تشغيل الايزوليتس، لأني كما قلت لكم شيء آخر هو أن الايزوليتس تأخذ وقت لكي تقوم بالتشغيل. الشيء الأخير والذي هو عندما تريدون استخدام الايزوليتس، أنصحكم مباشرة باستخدام دالة الكمبيوت، لأنهم قاموا بعمل كل بويلر بليت الذي كنت سأشرحه لكم، يعني هذا ما كنت سأشرحه لكم في النهاية. لكن بما أن دالة كمبيوت تأتي مباشرة من المكتبة الرسمية للغة دارت، فدعونا نستخدمها ونستمتع بها. أتمنى أن يكون الدرس اليوم أعجبكم، ونلقاكم في درس آخر إن شاء الله.